ابو عبد الله، بسألك عن ماتش مودرن فيوتشر مع بيراميدز اللي انتهى بركلات ترجيح، كان نفسي برضه اسمعها بتعليقك لو كنت. لا الحمد لله، يعني يعني كنت اكيد هنسمع كميه ترى قمه المعاناه للمعلق لما يعلق على مباراه ادائها سلبي بهذه الطريقه. يعني بلال جاي جمهور اللي يحبه عاوز يسمعه، وجمهور الفريقين ومتابعين البطوله. طب بلال عشان يبقى في الماتش كويس هو يحتاج مجهود اكبر. مزبوط. من انها تكون اهلي وزمالك. ايوه، لان اهلي وزمالك الماتش شايل نفسه. ايوه صح. فانت هنا عاوز معلومات، عاوز حشو، عاوز ما تسكتش، عاوز ما تملش المشاهد، عايز كره حلوه كمان تساعدك. ما ساعدتها المباراه ابدا. مع ذلك كان يعني في حاله ممتازه الحمد لله. يعني انا بعت له اقول له انا بحسدك على الروح اللي عندك دي. اشكرك ابو عبد الله. يسلمك. بسم الله ابو عبد الله. بعد شويه في الفقره اللي جايه هيبقى معانا اذاعه للقاء مع هيثم عرابي رئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، لو لان خلاص تم تسجيله بالامس. يعني لو شفت قد ايه حاله التفاؤل اللي وصلت لمودرن فيوتشر بسبب الطريقه الدراميه اللي فازوا بيها بيراميدز، هتحس انه الفرقه عندها حاله ليه لا ما نكسب الاهلي بكره. شايف ازاي فرص مودرن فيوتشر في تحقيق لقب هيبقى ما اغلى هذا اللقب اذا تحقق قدام الاهلي تحديدا؟ هتبقى نقله نوعيه من فريق صاعد قبل كم سنه وبطل الرابطه الثاني الثالثه وفايز بكاس الرابطه، الى انه يقول لك انا ممكن ابقى اهلي ولا ابقى زمالك ولا ابقى زي اسماعيلي زمان وانا ما ينقصني شيء. أي. هذه النقله. الفوز على الاهلي ليس كالفوز على غيره. فوز على الاهلي ممكن يحل لك مشاكل، ممكن يفتح لك صفقات، ممكن يفتح لك استثمارات، ممكن. ده مش تمجيد في الاهلي، احنا نتكلم على حاله واقعيه. مفهوم. لان الناس بيقول لك اه ده بيطبل للاهلي انا ماليش انتباه في مصر. بس انا اكلمك فوزك على النادي الاهلي حتى البعيد عن النادي سيعود الى النادي وسيدعم. لانها حتكون فرحه كبيره غير البطوله. فرحه الفوز على الاهلي يمكن اكبر من البطوله نفسها. ده جانب، لكن نسبة حدوثه كم في كرة القدم؟ موجود. بس الماتش مش 50-50. فارق الامكانيات، الفوارق اللي موجوده. مظبوط. فوارق موجوده. مزبوط. الخبرات، الجمهور. يعني فيوتشر حيواجه مين بكره؟ حيواجه 40,000 اهلاوي في المدرجات. مزبوط. يعني كانه يواجه مصر. انت عارف يعني مش حاجه سهله. يعني ايه الماتشات اللي لعبها فيوتشر في تاريخه اللي يكون حضور الجماهيري فيها 30 و40؟ ما حصلتش. فهذه مسألة ضدهم. يمكن لعب قريب في كأس الكونفدرالية في ليبيا وفي الجزائر، حضور الجماهير المؤثر. هذا يعني بيبقى مؤثر طبعا. لكن أنت ممكن تكون نقلة نوعية وتاريخية بالنسبة لك. وممكن أن تكون أنت حالك من حال أندية كثيرة وصلت لنهايات لم توفق، غابت بعد ذلك. لكن الاستثمار، وما أدراك من الاستثمار في مصر. صح. وأنا ودي أوجه رسالة بصراحة. بلال كنت أتكلم معه البارحة، أقول له منظر الدوري المصري مش مغري. مش مغري حتى ليك كمعلق. ليه؟ حتة الجمهور دي لازم يبقى فيها نقاش، ولازم يبقى فيها حلول، ولا نكون نبحث عن أسهل الحلول بالمنع. المنع ده قرار أعمله أنا وياك. لكن أنك تجد حلول جذرية لدخول الجماهير المدرجات، لأن هذا شيء ما فيه نقاش. دلوقتي لما أجي أصنف الدوري المصري، ما تزعلوش مني، ها؟ مش هنزعل خالص، ده كلام مفيد اللي مسمعين بيعلمه المسؤولون. طبعا الدوري السعودي راح حتى بعيدة. الدوري التونسي وضعه أفضل. الدوري المغربي وضعه أفضل. الدوري الإماراتي وضعه أفضل. حتى الدوري القطري وضعه أفضل.